الثالثة بتوقيت العاصمة طرابلس، أهلا بكم إلى هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار، والبداية بالعناوين. ما يعرف بتنظيم الدولة يشن هجوما واسعا على منطقة الفتايح وينفذ عمليتين انتحاريتين بمحور الحيلة تخلف قتيلا وعددا من الجرحى. الهلال الأحمر في بنغازي يعلن دفن 13 جثة مجهولة الهوية واستمرار الاشتباكات بعدة محاور في المدينة. شتاينماير يقول إن المراحل الأولى من تدريب القوات الليبية قد تبدأ خارج البلاد، وحلف الناتو يؤكد استعداده لمساعدة حكومة الوفاق في بناء المؤسسات الأمنية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى التفاصيل. شن ما يعرف بتنظيم الدولة هجوما واسعا فجر اليوم على قوات شورى مجاهدي درنا من عدة نقاط بمحور الحيلة في منطقة الفتايح. أوضح مسؤول المكتب الإعلامي بشورى مجاهدي درنا وضواحيها محمد المنصوري أن انتحاريين اثنين من عناصر التنظيم فجر نفسيهما بسيارتين ملغمتين في بداية العملية، تبعه هجوم عنيف على نقاط شورى المجاهدين والقوات المساندة من مدينتي طبرق والبيضاء. وأضاف المصدر نفسه أن انقطاع الإمداد العسكري بعد إغلاق الطريق الحيوي المعروف باسم بوضحاك هو ما دفع قوات الشورى للانسحاب من عدة مواقع بعد نفاذ الذخيرة. وفي السياق نفسه، أكد المنصوري سقوط قتيل من قوات المجلس في العمليتين الانتحاريتين اللتين نفذهما ما يعرف بتنظيم الدولة فجر اليوم بمحور الحيلة. أوضح المنصوري أن قوات التنظيم سيطرت على عدة نقاط تابعة لشورى المجاهدين بالمحور، مضيفا أن عدة قتلى وجرحى تابعين لعناصر التنظيم سقطوا اليوم في هذه الاشتباكات. هذا وقد أكد مصدر إعلامي من مدينة درنا مقتل عنصرين تابعين لقوات ما يعرف بتنظيم الدولة في انفجار لغم أرضي بمحور الحيلة اليوم. وأوضح المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأوضاع الإنسانية بالمدينة طبيعية حتى الآن، مشيرا إلى وجود نقص في البنزين بمعظم محطات المدينة. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من درنا المتحدث باسم قوات محور الحيلة سيد هبيل. بداية، يعني ما آخر التطورات الميدانية في المدينة لا سيما في محور الحيلة؟ تحية لك سيدي الفاضل وللسادة المشاهدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخي الفاضل، فجر هذا اليوم شن علينا تنظيم الدولة هجوما كنا نراه الأبشع والأقوى منذ اندلاع هذه الاشتباكات بين وبين هذا التنظيم المجرم. شن علينا هجوما واسعا على جميع النقاط التي كنا نحاصر فيها هذا التنظيم. كان الهجوم بسيارات مدرعة ومفخخة. استخدم هذا التنظيم المجرم 4 سيارات نوع لاند كروزر وسيارة مسفحة كشيك دي 9، استهدف السواتر التي كنا نحاصرهم بها واستهدف النقاط الأساسية. حقيقة دارت بينه وبينهم معركة شرسة، ولكن للأسف نظرا لأن الطريق الرئيسية التي تعرف بتيب الضحاك مغلقة لها 10 أيام، فلم يصلنا إلى هذه اللحظة لا ضخائر ولا إمداد ولا سيارات إسعاف. الآن نحن شبه محاصرين لنا فترة طويلة. تحدثنا مع الحكماء والأعيان ونبهناهم عن خطورة هذا الموقف وأن هذا الإغلاق سوف يستفيد منه تنظيم الدولة، لأنه الآن أصبح يستعيد قوته، ويبدو أن هذا التنظيم قد أتاه بعض الدعم وبعض الأسلحة عن طريق وادي الخطة. استخدم إغلاق الطريق واستفاد منها وشن علينا هجوما شرسا فقدنا فيه شهيد. طيب سيد هبيل، ما هي آخر حصيلة آخر حصيلة وصلتم إليها اليوم في هذه الاشتباكات؟ بفضل الله عز وجل فقدنا مقاتل وهو الزبير المسلاتي، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء. لدينا 2 من الجرحى. الأسف أن هذا الجريح الذي استشهد وهو الزبير لم نتمكن من إسعافه إلى مدينة درنا لأن الطريق مقطوعة، قطعوا علينا الامداد والذخائر والاسعاف. انسحبنا من مواقعنا الرئيسية التي كنا نتمركز بها لان ذخيرتنا نفذت، امدادنا قطع، لم يعد لدينا اي خطوط امداد حتى نتمكن من صد الهجوم. طيب سيد هبيل، يعني في ظل اغلاق هذا الطريق الحيوي كما اشرت، كيف تتعاملون مع الوضع؟
الوضع سيد الفاضل وضع سيء ومأساوي بكل ما تعنيه هذه الكلمة. الجريح الذي استشهد الآن قمنا بإسعافه إلى مدينة طبرق ولكنه فارق الحياة في الطريق. الآن جثمانه بين طبرق وبين مرتوبة. استجدينا المشايخ والحكماء، لم نجد وسيلة لكي ننقل بها هذا الجثمان إلى مدينة درنة إلا عبر الوادي وعبر الجبال. سوف يحمله المجاهدون والمقاتلون على أكتافهم حتى يصل به إلى أعلى نقطة إلى مدينة درنة. هذا الأمر لم يحصل حتى فيما في قطاع غزة الذي حاصره الصهاينة. الآن مشهد بشع، فليعلم كل الليبيين أن ما حصل اليوم في الحيلة من اشتباكات وسيارات مفخخة وقتل وجرحى في قوات الأبطال الذين كانوا يربطون في محور الحيلة، هذا نتيجة لإغلاق طريق واضح الضحاك. واضح سيد هبيل، واضح. إذن سيد سعد هبيل المتحدث باسم قوات محور الحيلة حدثنا عبر الهاتف من درنا، شكرا جزيلا لك. أكد آمر الشرطة العسكرية سرت محمد الزدمة مقتل أحد قادة ما يعرف بتنظيم الدولة ويدعى أبو حمزة الجزائري في هجوم مسلح على موكبه في منطقة الأربعين شرق المدينة، تسبب أيضا في إصابة عدد من مرافقيه. وأضاف الزدمة لقناة ليبيا لكل الأحرار أن التنظيم لا يزال يواصل عمليات الاعتقال التعسفي في المناطق التي تحت سيطرته، حيث ألقى القبض على عقيد متقاعد في منطقة بن جواد لا يزال مصيره مجهولا. وذكر الزدمة أن التنظيم أطلق سراح أحد أعيان منطقة هراوة شرق سرت والذي كان ضمن الأعيان الذين قد تم القبض عليهم المدة الماضية دون إبداء الأسباب. إلى مدينة بنغازي، حيث دفنت في المدينة اليوم 13 جثة مجهولة الهوية بعد أن مكثت أكثر من 6 أشهر في ثلاجة الموتى بمركز بنغازي الطبي. هذا وقال فريق إدارة الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي إن عملية الدفن تمت بعد أخذ جميع العينات من الحمض النووي لهذه الجثث والحصول على أذنات الدفن من السلطات المحلية. هذا وقال مصدر من شورى بنغازي إن اشتباكات عنيفة جرت يوم أمس بمحوري الجامعة ومصنع الإسمنت، وأفاد المصدر بأن قوات الكرامة استخدمت الدبابات والمدفعية الثقيلة في محاولة اقتحام الجامعة، مشيرا إلى أن طيران الكرامة ألحق أضرارا كبيرة في العمارات السكنية الكائنة بالمنطقة حسب قوله. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الاشتباكات مستمرة بوتيرة متوفرة. قالت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي إن أزمة الكهرباء في المنطقة الشرقية لم تحل بالكامل حتى الآن، لافتين إلى أن الشبكة ما تزال مفصولة. وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية أن العجز المتوقع في التوليد سيكون بين 100 و 150 ميجاوات نتيجة خروج الوحدة السادسة بمحطة كهرباء الشمال عن الخدمة وخروج الوحدة البخارية بطبرق لغرض الصيانة. وكان الناطق باسم حكومة الأزمة قد صرح بأن كافة مناطق ومدن شرق ليبيا لم تشهد أي انقطاع في الشبكة الكهربائية إلا لأعمال الصيانة حسب قوله. إلى العاصمة طرابلس، حيث اندلع ليلة البارحة اشتباك مسلح في منطقتي غوط الشعال وحي الأندلس غربي العاصمة. وقال مصدر بكتيبة ثوار طرابلس فضل عدم ذكر اسمه لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الاشتباك اندلع بين كتيبة ثوار طرابلس ومجموعة من القوة الوطنية المتحركة إثر اعتداء الأخيرة على سيارات تتبع الفرقة الأمنية الأولى التابعة للأمن المركزي كانت متمركزة في منطقة حي الأندلس. أوضح المصدر أن كتيبة ثوار طرابلس تدخلت لمساندة الفرقة الأمنية الأولى وحل الإشكالية واسترجاع الأليات التي تم الاستيلاء عليها، ما أدى إلى اندلاع هذه الاشتباكات. أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ المراحل الأولى من تدريب القوات الليبية خارج البلاد، وذلك ضمن جهود لإعادة بناء ليبيا. ونقلت وكالة رويترز عن شتاينماير قوله السبت إنه ينبغي البدء في إجراءات التدريب خارج ليبيا، واصفا ذلك بالأمر الواقعي، فيما أشار إلى أن التدريب قد ينتقل إلى ليبيا في مرحلة لاحقة.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين إشاراتهم إلى ضرورة إجراء مناقشات مفصلة مع الحكومة الليبية الجديدة لمعرفة نوع المساعدة التي تحتاجها من الاتحاد الأوروبي. أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر ضرورة أن يصوت مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني. وفي تغريدة له على موقع تويتر أوضح كوبلر أن لقاءه مع أعضاء الحوار السياسي أظهر اتفاقهم على ضرورة هذه الخطوة التي وصفها بالملحة. إلى ذلك أكد كوبلر أنه يزور طرابلس بأذرع مفتوحة معربا عن شكره لليبيين جميعا وشعوره وكأنه في بيته. أبدى نائب الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ألكسندر فريشبو استعداد الحلف لتقديم المساعدة لحكومة الوفاق الوطني في بناء مؤسساتها الأمنية إذا طلبت ذلك. وقال فيرشبو في مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفاكية براتسلافا إن الحلف قد يلعب أيضا دورا في الخطط الأوروبية لإرسال أفراد أمن إلى ليبيا المقرر عرضها يوم الاثنين على وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي لإقرارها. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير البرنامج الليبي للإدماج والتنمية مصطفى السجزلي. سيد السجزلي، أهلا بك بداية، وكيف تابعت الحديث المتزايد أوروبيا عن دعم حكومة الوفاق، لا سيما ما صرح به وزير الخارجية الألماني من إمكانية تدريب القوات الليبية خارج البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك على اتاحة الفرصة. بالنسبة للحكومة الليبية واحتياجنا في قطاع الأمني لإعادة بناء مؤسساتنا، أكيد نحتاج لكل دعم دولي ممكن، ولكن موضوع التدريب بالذات لنا في تجربة سابقة، كثير من الشباب تم إرسالهم في دورات تدريبية خارج ليبيا في المجال الأمني والعسكري إلى عدة دول، لكن لعدم وجود مؤسسة تستوعبهم عندما انتهى التدريب ورجعوا إلى ليبيا لم يجدوا المؤسسة العسكرية والأمنية اللي تستوعبهم. فنحن ما نحتاج إليه أولا أن نضع خطة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية. هناك في السابق كان هناك ورقة بيضاء ما سمي الورقة البيضاء، نحو سياسة للدفاع أو سياسة لبناء المؤسسة العسكرية في ليبيا. فنحن نحتاج لوضع خطة لإعادة بناء المؤسسة، ثم يعني جزء منها يكون التدريب، ولكن التدريب. طيب سيد السجزلي، عذرا للمقاطعة كي نستثمر الوقت، في تقديرك سيد السجزلي يعني في تقديرك كيف يمكن ضمان فاعلية هذا التدريب وأيضا تجنب التعثر الذي صاحب برامج التدريب التي انطلقت بعد الثورة والتي كما هو مشاهد اليوم لم تسهم في إنشاء أي مؤسسات أمنية أو عسكرية محترفة كما أشرتم؟ نعم، هو نحن نحتاج المساعدة في إعادة بناء المؤسسة العسكرية. البناء المؤسسي يختلف كثيرا عن التدريب. التدريب هو جزء من بناء الكوادر البشرية في هذه المؤسسات، لكن لما نحكي عن المؤسسة العسكرية نحتاج لوضع قانون جديد ينظمها، نحتاج لإعادة بناء المؤسسات سواء المعسكرات سواء الإدارات أو الكليات العسكرية والمراكز التدريب. ثم من التجربة السابقة يعني تم إرسال الكثير من المتدربين في السابق للإمارات والسودان والأردن. واضح سيد السجزلي. سيد السجزلي نعتذر منك، الوقت أدركنا، شكرا جزيلا لك. مدير البرنامج الليبي للإدماج والتنمية مصطفى السجزلي حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ومتابعة أيضا لهذا الموضوع ينضم إلينا كذلك عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي محمد الهنجاري. سيد الهنجاري، يعني إضافة إلى الأهمية الرمزية ربما لزيارة الوزيرين الألماني والفرنسي أمس للعاصمة طرابلس، ما هي النتائج الملموسة التي يمكن توقعها؟ وهل يمكن أن يدخل برنامج التدريب الذي تحدث عنه وزير الخارجية الألماني ضمن هذه النتائج؟
أولا هي الزيارة تبين مدى جدية المجتمع الدولي وبالأحرى حلف الناتو أو دور الاتحاد الأوروبي وأمريكا في إعادة بناء الدولة الليبية وإعادة ما دمروه وكذلك مساعدة الليبيين الذين أعطت لهم فرصة 4 أو 5 سنوات ولكنهم كانوا فاشلين لعدة أسباب لا نستطيع ذكرها الآن. ولكن هناك شيء آخر، أن الليبيين ما زالوا غير قادرين على قيادة الدولة ولا يفهمون ما يريدون. نعم. المسألة هنا هي في الطلبات الليبية، ماذا يريدون الليبيون أساس الذين قابلوا الوزير، ماذا طلبوا منهم؟ طيب. لأن هناك استحقاقات، هم الغرب عادة يقولوا ماذا تريدون، ولكن نحن لا نعرف ماذا نريد. هذه هو المعضلة، هي تكمن هنا. نعم. ما هي الأولويات، ما هي طيب سيد الهنجاري، يعني ربما الأهم قبل المهم. سيد الهنجاري، نعم. يعني ربما البعض تحدث على أن الحكومة لم تضع استراتيجية بعد، ولكن في هذا الإطار يعني نجد أن نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جدد التعبير عن استعداد الناتو لمساعدة حكومة الوفاق في بناء المؤسسات الأمنية إذا طلبت ذلك. ماذا أو ما الذي يمكن قراءته في هذا الاستعداد؟ نعم، ناتو والأمم المتحدة ملزمين التزاما كاملا ببناء إعادة بناء الجيش الليبي، ولكن عبر ممر حكومة الوفاق الوطني هي التي تطلب ذلك. والهدف من التدريب هو أعتقد أن غالبية قادة الكتائب المسلحة هم سيكون لهم الأولوية في الخروج، لأن بعض منهم يملكون مواهب، بعض منهم أصلا عسكريين، بعض منهم كانوا ضباط جيش، هم المستهدفين في بالدرجة الأولى، وهذا خروجهم يعني الكثير لهم حتى الداخل الليبي، نوع من الهدوء. طيب. نوع من التهدئة. هناك خطط الآن أعتقد ننتظر في القرار التالي، وهو اللجنة الأمنية العليا التي مدتها 6 أشهر والتي سوف تباشر عملها بإخراج كامل التسليح الثقيل خارج طرابلس. نعم. طيب، اليوم في العاصمة طرابلس ألح المبعوث الأممي كوبلر من جديد على تصويت مجلس النواب على الحكومة. في تقديرك يعني هل هناك أفق لتجاوز هذه الخطوة، وباختصار إذا سمحت؟ أعتقد أن مجلس النواب ذهب على التصويت على الحكومة، لأنه الآن خارج يعتبر منتهي إذ لم يصوت على الحكومة. كذلك إشارات حتى أتت من أمريكا التهديد أن المؤتمر والبرلمان منتهيين، وهذين الجسمين هما جسمين سيئين فعلا. ولذلك نجد إصرار المجتمع الدولي أن المجلس الرئاسي هو الممثل الشرعي الوحيد ليبيا، أبيتم أم شئتم، لأن مشكلتنا نحن لا يعلم المشكلة الليبيين، هي لا يعلم المهم. الدولة لها واجبات نحو المجتمع الدولي والإقليمي، واجبات نحو مجتمع سكانها المحليين المواطنين، ولكن هذين الجسمين لا لديهم واجبات نحو المجتمع الدولي، ولا واجبات نحو الداخلي، إلا واجبات شخصية فقط. إذن الناشط السياسي محمد الهنجاري حدثنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة طرابلس، شكرا جزيلا لك. نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار، وفيها بعد الفاصل. 50 مشاركا من ذوي الإعاقة البصرية يتنافسون في مسابقة لحفظ القرآن الكريم وتجويده. أربعة 24 قتيلا حصيلة الاشتباكات في بنغازي خلال اليومين الماضيين، وكوبلر يدين الهجوم على قوات الكرامة بسيارة مفخخة ويصفه بالإرهابي. ما يعرف بتنظيم الدولة يعدم 3 أشخاص في سرت ويعتقل أكثر من 25 من أعيان المدينة. وزير الخارجية الفرنسي والألماني يؤكدان من طرابلس دعم بلديهما للسراج وحكومته، وكوبلر يصف الزيارة بالمشجعة.
اكتمل وصول الشحنات الخاصة بمنظومات أجهزة المساعدة الملاحية إلى مطار الأبرق الدولي، وذلك على متن طائرات شركة البراق للنقل الجوي. وأكد رئيس وحدة المساعدات الملاحية وعضو لجنة متابعة مشروع تركيب الأجهزة الملاحية بالمنطقة الشرقية عبد السلام العشيبي اكتمال وصول جميع الأجهزة، مشيرا إلى أن من بينها جهاز الهبوط الآلي وجهاز تحديد الزوايا وجهاز قياس المسافات. وتم شحن أجهزة المنظومات عن طريق مطار معيتيجا في العاصمة طرابلس. أطلق عدد من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات خيرية السبت في ميدان الشهداء بطرابلس حملة سامحني لدعم مشاريع المصالحة الوطنية في ليبيا. أوضح عضو الحملة أحمد الزرقاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الحملة تستهدف دعم المصالحة الاجتماعية التي تشهدها مناطق البلاد المختلفة عبر تنظيم مناشط في عدد من المناطق تستمر أسبوعا. وأضاف الزرقاني أن الحملة ستستعين بعدد من الشخصيات العامة البارزة كاللاعبين والمشايخ والفنانين من أجل نشر ثقافة المصالحة الوطنية. نظمت في العاصمة طرابلس السبت مسابقة النور الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم، وتمتد من تاريخ 16 وحتى 20 من الشهر الجاري، مستهدفة في ذلك فئة ذوي الإعاقة البصرية. كاميرا ليبيا لكل الأحرار كانت حاضرة وأعدت التقرير التالي. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في هذه الأروقة يرتل القرآن الكريم بأصوات حملته، وهو المكان الذي شهد في وقت لاحق افتتاح مسابقة النور الأولى لحفظ وتجويد القرآن تحت شعار وبالقرآن على ذكرهم. هذه المسابقة طبعا تحتوي على 4 جوانب، الجانب الأول حفظ القرآن كاملا، والجانب الثاني حفظ النصف الأخير، والجانب الثالث حفظ الربع الأخير، والجانب الرابع حفظ جزء عم وتبارك. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسابقة الأولى من نوعها على المستوى الوطني استهدفت ذوي الإعاقة البصرية من كافة أنحاء ليبيا، ممن جاءوا جميعا يرتلون هدى الله الذي يهدي به من يشاء. هذه النوعية من المسابقات أكيد تساعد في توصيل العلاقات بين الشباب المكفوفين، وهذه تعتبر يعني المسابقة الأولى، وإن شاء الله تستمر إن شاء الله. مسابقة أنها ما شاء الله صلاة على النبي، معناتها مسابقة ندعي ربي إنها إن شاء الله في ميزان حسنات جمعية النور المكفوفين. القرآن هذا ربك يفتح به يعني انفتاحات بكل، كل واحد لما يحافظه ربي يسهل له الأمور في كل شيء، عندما يمشي لأي مكان ربي يفتح لها الأبواب. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هنا يتنافس 50 مشتركا من حفظة كتاب الله الذين جاءوا من كل ربوع البلاد ليحيوا على امتداد 5 أيام هذه المسابقة التي تحرص على تنظيمها جمعية النور للمكفوفين بطرابلس. أخبارنا وقد انتهت، ولم يبقى إلا التذكير بالعناوين. ما يعرف بتنظيم الدولة يشن هجوما واسعا على منطقة الفتايح، وينفذ عمليتين انتحاريتين بمحور الحيلة تخلف قتيلا وعددا من الجرحى. الهلال الأحمر في بنغازي يعلن دفن 13 جثة مجهولة الهوية، واستمرار الاشتباكات بعدة محاور في المدينة. شتاينماير يقول إن المراحل الأولى من تدريب القوات الليبية قد تبدأ خارج البلاد، وحلف الناتو يؤكد استعداده لمساعدة حكومة الوفاق في بناء المؤسسات الأمنية. ختام النشرة من ليبيا لكل الأحرار، شكرا لكرم المتابعة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.